محمود النهارده بعيد عن لاعبي النادي الاهلي اللي معظمهم النهارده ما كانش في مستواهم، هل كنت شايف انه التشكيل اللي لعب بيه النادي الاهلي النهارده كان ممكن يبقى تشكيل غير اللي بدا بيه المباراه مارسي كوره، ولا هو ده التشكيل اللي كان متوقع؟ بص يا كريم، خلينا نتكلم بصراحه. النادي الاهلي خسر المباراه، الموضوع ملوش علاقه بالتشكيل قد ما هو كل حاجه كان تميز بيها النادي الاهلي السنه اللي فاتت مع مارسيل كولر النهارده حصل العكس، بدايه من رهانات مارسيل كولر في حاجات كتيره جدا. يمكن الرهان الاكبر اللي كان بالنسبه لي هو استمرار لعيبه كتيره جدا في الملعب، وباين قوي ان الشغل البدني بتاعها وقع بشكل كبير جدا. كانت المشكله قبل بدايه الموسم ده، قلنا ان دي اول سنه للنادي الاهلي ياخد فتره راحه سلبيه كبيره ممكن تخلي النادي الاهلي عقبال ما يخش في السيزون يخش بقوه، دي ممكن تاثر على النادي الاهلي، وده اللي وضح النهارده. اكتر حاجه كانت بتميز النادي الاهلي السنه اللي فاتت حاجتين. حاجه الاولانيه، النادي الاهلي كان بدنيا قوي جدا جدا صح. جدا بسبب كل العوامل اللي كانت موجوده، والاستشفاء والمدربين والدكاتره والكلام ده كله، زائد الروتيشن كان الراجل بيعمله. فالنادي الاهلي كان بدنيا بيفضل ضاغط بقوه كبيره جدا، لان هو السمه الاساسيه بتاعت مارسيل كولر مع النادي الاهلي الضغط العالي والاستحواذ دايما معايا على طول. ولكن لما ابدا بدني يقع مني ده شويه، فبالتالي هتلاقي الشكل ما بقاش وحش. تغييرات كتيره قوي مارسيل كولر عملها في الشوط الثاني. حاجه ثانيه مهمه جدا، النادي الاهلي كسب نادي الوداد في اصعب مباراه للنادي الاهلي السنه فاتت، كان ازاي في ظل الاجواء اللي كانت صعبه في المغرب، وفي ظل الحكم اللي كانت بعض قراراته ما كانتش، بس لعيبه النادي الاهلي كانت هاديه وكانت ثابته. في لقطه معايا لمحمود كهربا في الشوط الاولاني تبين لك يا كريم ان النادي الاهلي النهارده كان مشدود جدا جدا. اول مره اشوف مارسيل كولر على الخط بالطريقه دي في الشوطين بكم العصبيه دي. والسؤال هنا هيكون، هل غياب كابتن سيد عبد الحفيظ في الضغط على قرارات بعض الحكام خلى مارسيل كولر هو اللي قاعد بيضغط هو على الحكام، واول مره نشوف من يوم مارسيل كولر جه النادي الاهلي بالقوه دي؟ دي حاجه غريبه جدا. بص يا كريم، قبل اللقطه دي معلش، طيب عاوز تقف تتكلم، انا واقف عند دي والله. كابتن سيد له كل الاحترام وله قيمه وله تاريخ عظيم مع النادي الاهلي وكل شيء، بس هو في العادي اصلا لو بتتكلم بين قوسين على اللي بيضغط على الحكم بيبقى المدير الفني في اي حته في العالم. تلاقي سيميوني واقف بيضغط على الحكم، هتلاقي مورينيو واقف بيضغط على الحكم، هتلاقي بيب جوارديولا هو اللي بيضغط على الحكم، هتلاقي المدير الفني بطبيعه الحال هو اللي بيضغط. فما ينفعش برضو نقول انه مارسي كولر مش دوره انه يعمل كده. هو في الاصل اصلا مدير فني، وعلما ان انا كنت بحترم جدا في مارسي كولر انه شخص هادي ومش من الناس اللي عندها الدور ده اللي هو بتضغط او بتعمل مشكله. النهارده كان طبعا وانا مش بقول ان بسبب الكابتن سعد الحفيظ، لا، بس انا بقول لك السؤال هنا هي كلها منظومه متكامله. قبل بس ما اراد الحاجات هي كلها منظومه متكامله. مهم جدا ماين جيمز، يعني كل المدربين بتوع اوروبا وكل طب بيعملوا كده بالظبط، بيعمل كده. مش في تصاعده في الملعب، كان بصراحه ما حدش يقدر ينكر دور كابتن سعد الحفيظ، واحد من يعني اقوى مدير كوره بيجي في تاريخ النادي الاهلي بالنسبه لي بناء على الانجازات. عامه انا 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 مش شايف اصلا ده يبقى دور مدير الكوره، ممكن يبقى دور المدير الفني الماين جيمز يعني. انا بس اللي كان بيقوم بيه كان سعد عبد الحفيظ. تعالى بص يا كريم، اللقطه دي في الشوط الاولاني ضربه الجزاء اللي محمود كهربا اتحسبت اللي ما اتحسبتش للنادي الاهلي، الحكم هنا وقف اللعب علشان بيسمع الفار. بص كهربا راح له، نشوف الفريم اللي بعده هتلاقي كهربا بيقول له روح للفار، قال له ماشي انا مستنيهم يكلموني، قال له لا روح للفار تاني، كل ده الثواني عماله تعد. قام جاي امام عاشور بيزق كهربا، شوف الفريم اللي بعده بيقول له خلاص يا كهربا، برضه قام كهربا مصمم، وقام الفريم اللي بعده هتلاقيه قام زق امام عاشور وقام رايح للحكم تاني يا كريم، وفضل يكلمه، قام الحكم مديله انذار بعد 40 ثانيه من كهربا واقف لغايه لما الراجل سمع. في الاخر انذار وقام كهربا مسقف، طلع بره الجيم واتشد. ممكن اقول حاجه؟ هو طبعا كهربا التصرف يعني خلاص انت عرفت ان الحكم مش هيحسب وبيسمع الفار، ما تفضلش كل شويه تحاول تستفز الحكم تاخد الانذار. بس هي اللقطه نفسها مستفزه جدا، ان هي كانت ضربه جزاء واضحه جدا. هو وقف ولا ما وقفش يا كريم؟ يعني الحكم وقف. لا انا في الفار. لا خد بالك انا بغلط كهربا، وانا بتفرج على المباراه ما خلاص كفايه، انت مصمم تاخد الانذار ولا ايه؟ انا معاك. بس يا كريم انا بكلمك ان النهارده عوامل كتيره جدا كانت مخليه النادي الاهلي بره الجيم كله، زي ما بقول لك يا كريم عصبيه لعيبه النادي الاهلي النهارده كانت مش طبيعيه. نقطه كان اشار ليها جمال وهي مهمه جدا، كلنا قبل المباراه والحاله دي وصلت لعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي راح ياخد اللقب ويرجع تاني. يعني النادي الاهلي راح ياخد اللقب، يعني التجهيز للمباراه يمكن يكون ما كانش على افضل مستوى، لان اتحاد العاصمه اصلا اخر 3 ماتشات في الدوري اتغلب وما كانش بالشكل الافضل ليه. اخر ماتش كان قوي ليه كان بطوله الكونفدراليه. فزي ما بقول لك يا كريم، اخر حاجه هقولها لك، النادي الاهلي كل حاجه كان بيكسب بيها النهارده عمل كل حاجه عكسها. عظيم.